تقدموا رحم الله والديكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين صلى الله عليك يا يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وضيعتي بعد سهم العين يا عضدي لسان حال إمامنا الحسين عليه السلام عندما وقف على رأس أخيه أبي الفضل رآه بتلك الحالة السهم نابت بالعين وضيعتي بعد سهم العين يا عضدي يا واحد الجين ومعتمدي إن شاء برأسي إن شاء برأسي فلما عدت تعرفني وحدك
دودب الضر من رزقي ومن ألمي. جل الحسين عندما وقف على رأسه قال له: أنا أخوك حسين ابن فاطمة، والله فارقتني كفراق الروح للجسد. قال له بعد اسمع، قال له: الآن الآن الشمر دعا دروب عسكري، الله يدري يدري بقتلك آل الشمل للبددي، والآن نادى: هيا قوموا لنذبحه. يدري 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 بأنك يا ابن المرتضى مددي. وش قال له بعد؟ والله يدري بأنك يا ابن المرتضى مددي، قم يا أبا الفاضل وانظر للحسين غدا، هيا بلا أبا الفضل فردا بلا، يا 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 يوم يوم أبا الفاضل بلا يا سندي، والله ما بين ما بين نارين أن أمضي وأنت هنا، هي تبقى وتبضعك الأعداء إلى يا 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 قددي، أو أن أضايا تسلب عقيلتنا، هي وهي الوحيدة بين جيش بلا، يا 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 بلا يا عددي. بعدين أكو سؤال آخر مؤلم من الحسين يسأل أبا الفضل، قال له: عباس إن سألت ما أقول لها؟ والله أقول لها: مضى العباس للأبد للأبد، أما أنا أقول أن العين أطفأها؟ هي مثلث النفس ترمى به، يا كبدي حال زينب عندما جاء الخبر لم ترى أخاها أبا الفاضل. متى رأته؟ رأته في ليلة الحادي عشر من المحرم، ذهبت إلى نهر الفرات، جاءت وصلت إليه، رأته بتلك الحالة وقفت عند ذلك الجسم، تقول له: مهضومة مهضومة يا أخويا لفيتك، والله مهضومة مهضومة يا أخويا لفيتك، وعالشريعة دورتك دورتك دورتك، مطروح يا أخويا لقيتك، يا ضيعتني وضيعتك، والله لا تظن يا أخويا نسيتك، يا والله بكل صوب طقوني، يا نخيل
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جاء في زيارة أبي الفضل العباس سلام الله عليه عن إمامنا أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب. عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. عندما خلق الله سبحانه وتعالى البشر اصطفى منهم أنبياء، اصطفى منهم أئمة، اختار، والله هو البارئ، اختار، والله هو المصور، اختار وهو الخالق. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. الأنبياء والأئمة عندما اختارهم الله سبحانه وتعالى كانت كما يطلق عليها بعض علمائنا أنهم الدائرة الاصطفائية الأولى، أولئك الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى من الزلل، من المعصية، من الرجس. أكو دائرة اصطفائية أخرى، وطبعاً هذه الدائرة الاصطفائية الأولى فيها حديث عظيم، ولكن صاحب هذه الليلة هو أحد أفراد الدائرة الاصطفائية الثانية. أفراد الطائفة الاصطفائية الأولى أنبياء وأئمة في عملية الصراع حق وباطل مثلوا جانب الحق دائما. في عملية الصراع وعملية الحرب كانوا يختارون من الناس من يقف معهم، يساعدهم، يعينهم، فكان اختيار المعصوم لبعض الأولياء. موسى يختار يوشع ابن نون، بعض الأنبياء لهم أوصياء. علي سلام الله عليه بعد وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود الأصحاب، مع وجود الأنصار، في يوم من الأيام نادى، بالله استمع، شوف الدائرة الاصطفائية الثانية، قال: وا حمزتاه، ولا حمزة لي اليوم، وا جعفراه، ولا جعفر لي اليوم. دائرة اصطفائية ثانية. هاي الدائرة الاصطفائية الثانية أفرادها معصومون بالعصمة الثانية، مو عصمة فعلية واجبة. زينب سلام الله عليها عندما اختارها المعصوم زين العابدين سلام الله عليه وقال: عمتاه زينب أنت عالمة غير معلمة. العباس سلام الله عليه أحد أفراد الدائرة الاصطفائية الثانية، مسلم ابن عقيل اللي قبل ليلتين تحدثت عنه وقلت عندما يقف المعصوم دائرة الاصطفائية الأولى ويقول: إني بعثت وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي. يعني شنو ثقتي؟ يعني ابن دائرة ثانية. العباس سلام الله عليه نظر إليه الحسين سلام الله عليه أنه من أفراد الدائرة الاصطفائية الثانية، ولذلك عندما سقط العباس سلام الله عليه وقد سقط الأصحاب قبله وأهل البيت كلهم قبل العباس، حزن الحسين عليه السلام وكان يبكي
ولكن عندما سقط العباس إيش قال الحسين عليه السلام؟ وضع يده على ظهره وقال الآن شنو؟ كسر ظهري، الآن قلت حيلتي. معصوم يقف بهذا الموقف صعب، ولكن دليل على أن هذا الرجل امتلك كفاءة طاقة وعقل وعلم وجهاد أهلته بأن يكون بثقة الإمام سلام الله عليه. إذن عملية الاصطفاء هكذا، وهي خلوها في أذهانكم. أنا في هذا الشهر في هذه الأيام أرسم بعض المثلثات، وخلونا نخرج بحصيلة من المثلثات. أمس كان عندنا مثلث انصهار واندماج وانكفاء، قبل أيام كان عندنا مثلث الولاء، محبة حب طاعة نصرة. هاي النصرة اليوم راح نجرها بحاجة إليها. اليوم دوائر عندنا، عندنا دائرة اصطفائية أولى وعندنا دائرة اصطفائية ثانية. العباس سلام الله عليه برز نما بما يملك من كفاءة، فقال به المعصوم كسر ظهري. ترى مصيبة عظيمة. ها، عندما جاء الخبر إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه بشهادة مالك، مالك وما أدراك ما مالك، علي سلام الله عليه يقول، بكى بكاء عظيم وهو يقول مالك وما أدراك ما مالك، كان لي كما كنت المن لرسول الله. زين، الآن خلوني أرجع إلى الزيارة التي جئت على ذكرها. عرفنا الآن أن العباس من أفراد الدائرة الاصطفائية الثانية. ليش؟ لماذا؟ وشنو حوته شخصية العباس سلام الله عليه حتى كان أحد أبناء أفراد الدائرة الاصطفائية الثانية؟ هذه الزيارة تروى عن إمامنا أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. جاءه أحدهم قال له أنا ذاهب إلى كربلاء. قال له إذا وقفت على قبر أبي الفضل، عمي أبي الفضل، فقل بسم الله الرحمن الرحيم. علمه الزيارة وقال هاي الزيارة، هذا المقطع، أشهد لك. اليوم عندنا أربع أشياء وحددها المعصوم، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة. اليوم راح أذني أربعة، نقف وإياكم مع هذه الأمور الأربع ونسحبهن على واقعنا، لأن حديث معلق بالسماء ممكن فائدة 10%، أما إذا نسقط هذه الأمور على واقعنا لا يتأثر الوضع، أتأثر وتتأثر الأمة. التسليم، شنو معنى التسليم؟ وشلون كان العباس مسلماً لإمامه سلام الله عليه؟ وحتى إجا معصوم من الدائرة الأولى وقال أشهد لك بالتسليم، ما معنى التسليم؟ التسليم أيها الأحبة هو الانقياد، أنت تسلم الآخر إذا سلمت وإذا انقدت إليه من دون أي نقاش. أنا معك، أنا مطيع، معك دائما بكل أمر، أنا وياك بكل رأي، أنا معك أسلم لك. وطبعا هذه مهمة أيها الأحبة، لأن هاي عانى منها أئمتنا عليهم السلام. أمير المؤمنين سلام الله عليه عانى من هذا المفهوم، الذين داروا في فلك علي سلام الله عليه جلهم أنصاف الرجال واقعا، وإلا القوم رفعوا المصاحف ومعركة أيام وأشهر مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن عندما رأوا المصاحف عالية رفعوا سيوفهم على من؟ على أمير المؤمنين. إذن ماكو تسليم، انقياد ماكو. هنا كان يؤن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ساعد الله قلب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وساعد الله قلب كل رسالي، لأن واقعاً
المسؤول في مؤسسة وفي مركز وفي مدرسة وفي مشروع يحتاج من محبيه شيء من الطاعة. شوف يتألم إذا أمرهم وهو الكفو، يتألم إذا أمرهم وهو الذي يحمل فكر واختصاص في هذا الجانب، يتأثر إذا لم يرى استجابة من المقابل. إيش قال لهم أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول: ما لكم كلما أمرتكم أو أمرتكم بالذهاب إليهم قلتم هذه حمارة القيض، هلا صبرت حتى ينسلخ عنا الحر؟ كان يأمرهم بالحرب في بالحرب أيام الحر، يقولوا له: يا أمير المؤمنين هاي حارة، اصبر حتى شنو تخف الدنيا. بعدين يقول لهم: شوف التسليم، الانقياد ماكو. وما لي إذا أمرتكم بالذهاب إليهم قلتم هذه صبارة القر، يعني باردة، هلا صبرت حتى ينسلخ عنا البرد؟ انقياد ماكو، تسليم ماكو، انقياد للحسين عليه السلام ماكو، ولذلك يقتل الحسين عليه السلام. انقياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض المراحل ماكو، ولذلك في معركة أحد دار القوم على النبي وحصروه بين تلك السيوف، وحصل ما حصل وهرب بعض المسلمين 9، تاريخ يتحدث بأسمائهم، 9 وامرأة واحدة، وعلي سلام الله عليه يقاتل بسيفه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل، وعلي يقول: كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله، ورسول الله قل: يا علي على يمينك، يا علي على يسارك. تسليم ماكو، انقياد ماكو. ولذلك شوف اليوم مصيبة الأمم ومصيبتنا، لأن ماكو طاعة واقعاً لقادتنا، علمائنا، للمرجعية واقعاً اللي تمثل اليوم القيادة العليا. ساعد الله قلب واقعاً ألم يعتصر المرجع ألما، وما أقصد مرجع مخصص، على طول التاريخ يتألم الإنسان المسؤول. كون الإنسان يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. مصائب الحمد لله. ولذلك إبراهيم سلام الله عليه عندما ألقوه في تلك النار في السماء، ونار حارقة 100%، وهو يرى النار، ولكن شوف قلب المسلم لله، شوف الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى. في السماء جال أحد الملائكة قال له: يا إبراهيم مرني أحول لك النار دخانا. قال: اذهب، ليس لي عندك حاجة. في الطريق جال ملك: يا إبراهيم مرني فإني أحول لك النار دخانا هواء، لا حاجة لي بك. جاء له أحد الملائكة إسرافيل قال له: يا إبراهيم مرني أأخذ بيدك وأطير بك إلى السماء. قال: اذهب. شوف المسلم، شوف المطيع اللي عنده قيادة، مطيع لهذه القيادة، للمرجعية، للإمام، للمعصوم. قال: اذهب، ليس لي عندك حاجة. قال: إذن حاجتك عند من؟ قال: حاجتي عند ربي. قال: إذن سله. قال: علمه بحالي يكفي عن سؤالي. هنا أسأل السؤال اللي يفيدنا، يفيدني كأب، يفيدك كشاب، يفيد الأم، يفيد الشابة، كيف أعيش حالة التسليم؟ إحنا اليوم نتغنى أن العباس كان مسلماً، نعم كان مسلماً لإمامه سلام الله عليه، عظيم. أنا شلون أكون مسلماً وأعيش حالة التسليم؟ ممكن أعيش حالة التسليم من خلال إذا عشت عوامل منها
المحافظة أو حضور القلب في العبادة، واقعا من أهم الأمور. إذا حضر قلبك في أي عبادة من العبادات اعلم أنك منقاد وأنك مسلم كل التسليم لهذا الخالق الذي تعبده. إذا قلت الله أكبر معناه لا كبير إلا الله، أنا ماكو، حب الذات ماكو، مشروع لا يتقوم بي ماكو، مأتم إلا أنا ماكو. الله أكبر، لا أكبر من الله سبحانه وتعالى. كل الناس وكل الموجودات هي خاضعة. إذا حضر قلبك في عبادة وسلمت لله سبحانه وتعالى، عظيم عظيم عظيم. إذا ركعت وقلت سبحان ربي العظيم وبحمده، تريد تقول يا الله أنا مسلم بهذه الرقبة، هذه رقبتي، هذه حياتي هي لك، افعل ما شئت يا إلهي، تسليم. أما لا والله، إذا الطب الله أكبر وما أن يقول الله أكبر كل المشاكل تأتي، سالفة أمس وسالفة اليوم ومنشور الفيسبوك ومنشور التويتر والقيل والقال كلها تأتي، ما تعيش حالة التسليم. ولذلك يروى عن بعض علمائنا يقولوا له كبر حتى يكبر الناس خلفك، ينتظر لحظات حتى يعيش حالة الخضوع. سيد الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه هكذا ينقل لي أحد الذين صلوا خلف السيد الشهيد رحمة الله عليه، يقول كان يتأخر بالتكبير، قال أريد أن أعيش حالة الخضوع، حضور القلب. عندما حضر قلبي قال الله أكبر، عظيم. اللي ذهبوا للحج وشافوا الميقات وقالوا لبيك اللهم لبيك، أنا رأيت بعض الحجاج يقول لبيك اللهم لبيك وهو يضحك وهو يبتسم وهو لاهي. ورأيت إحدى النساء الأخوات اللاتي كنا معنا في الحملة قالت لبيك وبكت، لبيك وبكت، أي روح، إلى أن قالت لبيك اللهم لبيك. قلت لها والله هنيئا هنيئا لك بهذه الروح. حضر القلب، حضر القلب، هذا القلب اللي عودنا أئمتنا عليهم السلام. الحسن عليه السلام كان يمر بهذا الميقات، كان يقف وهذول المسلمين حوله يعيشون الخجل، يا ابن رسول الله لبي حتى الناس تلبي. قال إني أخشى إن لبيت أن يأتي النداء لا لبيك ولا سعديك، لأن ممكن أنا أقول لله لبيك اللهم لبيك ولكن أقول للظالم لبيك، وأقول للكاذب لبيك، وأقول لكل مشاريع الأرض لبيك. لا، إذا عشت حضور القلب في العبادة اعلم أنك مسلم كل التسليم لله سبحانه وتعالى. هذا درس، هذا واحد. بعد تسليم، قبل أيام تحدثت حول سلامة الفطرة. أنا وأنت من خلقنا الله سبحانه وتعالى خلقنا على الفطرة، على حب الله، على عقيدة الله، على توحيد الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. خلقنا الله سبحانه وتعالى ونحن نعبده، ولذلك بالتأثير وبالبيئة شوف الإنسان يتقلب. وهنا تأتي دور المراكز الإسلامية، وهنا تأتي دور الأسر الواعية، ودور الذي يحمل الفكر، ودور الكاتب المهذب، ودور المسؤول المهذب الواعي، أن نستفيد من سلامة الفطرة. وإلا لا تقول أذاني ابني وتعيش حالة اليأس، لا، ابنك فيه نور، كونوا على ثقة. أنا شاهد على شخص شاب
منحرف، كان منحرف يعيش كل مظاهر الانحراف، كل مشاهد ومعالم الانحراف في ذهنك كان يمارسها، ولكن أكو نور في قلبه، هاي الفطرة السليمة. حصل ما حصل، مشهد أجج فيه الفطرة. والله في بعض الأحيان يقرأ في ليلة الجمعة ذلك الدعاء، دعاء كميل، وصوت القارئ هم عادي، يعني مو هذا الصوت الجميل اللي يدخل الحزن في قلب ذلك الشاب، ولكن أرى الشاب متألم، حزين، باكي. ليش؟ فطرة، رجع إلى فطرته. الأب لا تقول مليت، والله تعبت، ابني أذاني وبنتي أذتني، لا، اعمل اعمل اعمل، أسس وابني وهذب، لأن أكو فطرة سليمة مهذبة. إذن سلامة الفطرة بعد اتباع الولي. احنا عندنا قادة، ترى ها عندنا معصوم الإمام المنتظر عجل الله له الفرج، يجب الانقياد لهذا الغائب الذي ينتظر واقعا، ينتظر أن نصحو، أتحدث عن الأمة، ينتظر أن نتهذب بأخلاق أهل البيت، ننتظر أن نقول لبيك اللهم لبيك لكل مشروع جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينتظر. وإلا واقع الحال مو إحنا الذين ننتظره، هو الذي ينتظر، ينتظر صحوة، حركة. أن نعيش اتباع الولي. علماءنا اليوم الواعين مقام المرجعية، ولذلك واقعاً هاي الأيام أكو تشويه وأكو كلام مغرض من بعض الأطراف المشبوهة في المجتمع للنيل من هذا الرمز، لأن واقعاً أنت اقتل في المجتمع الأسرة، أنت اقتل في الأمة العالم، وأنت اقتل في الأمة الأستاذ، فإنك قتلت الأسوة وبالتالي قتلت المجتمع بأكمله. اليوم واقعاً هذا المثلث، أنا شفت بحث نفسي لأحد علماء النفس يقول أعداء الأمم إذا أرادت أن تحارب أمة بعد الرصاص ولا ممكن وقت الحاجة يعمدون إلى الرصاص، وإلا أكو ثلاث أمور: أكو أسرة يجب أن تقتل، أكو عالم يجب أن يقتل، وأكو أستاذ يجب أن يقتل، لأن هذه المنابع هي منابع الخير في كل مجتمع. وشوفون اليوم الأصوات تنادي، مناهج التعليم الله الله هذبوها رتبوها لحد الآن كما هي، وأكو أقلام خارجية، إرادات خارجية، يكون مناهج التعليم اللي عندنا تكون بهذا المستوى. ليش؟ أكو هدف. كون الأسرة تقتل، المرأة تقتل فكريا وروحيا وأخلاقيا. ليش؟ أرجوك، إذا قتلت الأمة، إذا قتلت الأم، المرأة، الأسرة، أكو وجود؟ ما أكو وجود، لأن الأم هي اللي تربي. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. اليوم حرب على هذا المنبع، وحرب على المرجعية، على العلماء. هاي قبل أيام إحدى المحطات المشبوهة، حرب واضحة. هاي المرجعية التي حمت عزة الأمة وكرامة الأمة، هاي المرجعية اللي بعد 80 سنة أو أكثر ما أن رأت ذلك الخطر الأسود داهم ذلك الوطن الحبيب، لبت النداء وألهبت النفوس بتلك الفتوى الكفائية، وهب أخوتنا وأحبتنا وقالوا لبيك. وهاي لبيك واقعاً صحيح لهذا المرجع، ولكن للولي، ولكن لمشروع الحسين عليه السلام، لأن الذين يقفون اليوم يقولون لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. إذن أرجع للموضوع، أقول التسليم، التسليم،
العباس سلام الله عليه عاش التسليم. أشهد لك بالتسليم، يا ترى أنا أسلم أعيش حالة التسليم كما عاشها العباس سلام الله عليه؟ في عبادتي أكو حضور للقلب، إذا أخطأت أكو عودة، أكو توبة، اتباع أكو للولي، للقائد، للإمام المنتظر عجل الله له الفرج. إذن تسليم، بعد التصديق. الأمر الثاني الذي ذكره الإمام الصادق سلام الله عليه، قال إن العباس عليه السلام عاش التصديق. التصديق شنو؟ التصديق هو التسليم مع وعي وبصيرة. تارة الإنسان يسلم هكذا مع الناس، الحشر مع الناس شنو؟ عيد، أقول ما قالوا وأسمع ما أسمع. لا، تارة يكون التسليم بوعي وببصيرة، هنا يقولون هذا تصديق. يعني العباس سلام الله عليه عندما وقف الشمر في يوم العاشر من المحرم، أين بنو أختنا؟ أكررها. الحسين عليه السلام التفت قال يا أبا الفضل أجيبوه ولو كان فاسقا. قام إليه أبو الفضل، ما شأنك وما تريد؟ تشوف التصديق. قال لكم الأمان، وارجعوا وادخلوا طاعة الأمير. قال لعنك الله ولعن أمانك، أنا أعيش الأمان وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ هذا التصديق، تصديق مع وعي وتصديق مع بصيرة. البصيرة شنو معناها؟ البصيرة يتكلم عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول اللبيب من راقب في يومه شنو؟ غده. هاي البصيرة، البصير الذي يتعامل مع الحدث تعامل فعلي مو تعامل انفعالي. شنو الفرق؟ أنا أقول لك الفرق شنو. مرات العائلة أفرض ينحرف هذا الولد، من ينحرف يجي الولد والأم، تعال يا بابا هذا ما يصير، هذا ما يجوز، تعال، أو يمد إيده أو يبسطه أو ينتقم أو هذا تعامل انفعالي. التعامل وقت الأزمة تعامل انفعالي لا قيمة له. يجب أن نتعامل مع المصائب تعامل فعلي. قبل المصيبة وقبل الأزمة أنا أحسب حسابي، أقول ممكن أنا جبت ابني وإجيت إلى هاي البيئة، البيئة بيها أشكال وأنواع، حتى هاي الأعلام، هاي العادة، هذا السلوك ذو الألوان المختلفة الآن أصبح قانون، وفنك تنتقد هذا النوع. وبعد أكثر وأكثر كون أنا أحسب اللي قدام، أثقف ولدي الثقافة المطلوبة، أعلمه، أفهمه، أجلسه، أجيبه وياي، ما أروع هذا الوجود. أنا هواي فرح أكررها دائما، هواي أفرح من أشوف هذا الشاب حاضر، هذا الطفل حاضر، وهذا الأب المؤمن الرسالي الذي هاجر من أجل هذه العقيدة من هذا الدين يأتي ويتعامل. كونوا على ثقة، أنتم اليوم تتعاملون مع الأزمة تعامل فعلي. حفظ الله أبناءكم وأدام عليكم هذه النعمة من الولاء، ولكن هذا تعامل فعلي. ليش؟ هاي الأمكنة، هذا المكان، أمكنة الأخرى الموجودة تعاملت مع الحدث تعامل فعلي. خاف واحد يريد ينفعل وينحرف ويذهب ويشط، ولكن ما أن يجي ويشوف هاي الأجواء ما شاء الله، وهذا الإحياء عظمة وكبرياء وعزة. هذا الدرس اللي أنا حضرت في يوم الأحد، الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم هذا الرادود اللي ولد هنا. أنا شفت رادود ولد هنا، ممكن صوته جميل، أداؤه رائع، وكلمات تخرج من القلب ودخلت في قلب الذي كان يستمع.
هذا تعامل فعلي أيها الأحبة. ما أحوجنا أن نتعامل مع الأزمات تعامل فعلي. من اليوم نقعد ونقول شنو الأخطار الممكنة. الشاب يكون يجلس يقول أنا بعد 10 سنوات 5 سنوات شنو المشاكل اللي ممكن تصير. أضع خطة ألف وخطة باء وخطة جيم. اليوم دول ترى دول كبرى اليوم عدها معاهد للاستكشاف، عدها معاهد. اليوم أعداءنا ترى يكونوا على ثقة، يخططون ل50 سنة و100 سنة، وخطة ألف وخطة باء. أولئك الذين جاءوا بالبعثيين هدفهم أن بعد 40 سنة ممكن يمل هذا الشعب، وممكن يترك الحسين عليه السلام، وممكن المرجعية تقول لا وتجلس، إلى أن وجدوا أن الوضع بقى على ما هو عليه. أمة تفاعلت تعامل وتفاعلت بالتعامل الفعلي. وتشوف اليوم أمتنا رائعة مع الخلل اللي جاي يحدث هنا وهنا، ولكن مجرد ما عدنا هذا الصمام المرجعية الرشيدة واقعاً نتعامل مع الأزمات التعامل الفعلي. ما أن قالت هبوا، هبوا أبناءنا وإخوتنا الأبطال، ولا زالوا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. التصديق. إذن التصديق هو التسليم مع وعي ومع بصيرة بعد الوفاء، وكأنه أكو عهد لازم توفي به. عهدك أخذ منك في عالم الذر بأرتوال محمد وآل محمد. الله صلى الله عليه وسلم. أكو عهد عليك أن تكون وفياً لإسلامك، لقرآنك، لإمامك. هكذا كان العباس سلام الله عليه وفياً، وعاش الوفاء بعد الوقت. النصيحة. كان مسلماً وكان مصدقاً وكان وفياً وكان ناصحاً. شنو معنى النصح؟ النصح إذا وياي قبل ليلتين أو ثلاثة تحدثت المثلث الأول اللي أطلقته مثلث الانتماء، قلت حب وطاعة، الركن الثالث شنو؟ النصرة. النصح هو النصرة. العباس سلام الله عليه لم يكتفي بأنه كان مسلما للحسين عليه السلام وكان مطيعا مصدقا ووفى كل ما عليه، ولكن كان ناصحاً، كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. يجب عليك أن تكون ناصحاً لله سبحانه وتعالى. إذا واقع يتطلب أن تحضر في ميدان لأمر بالمعروف ونهياً عن المنكر، انهض انهض وكن ناصحاً لله سبحانه وتعالى. إذا كان دين محمد يناديك في زاوية من الزوايا، حتى لو كان في بيت مجلس فيه رجل واحد، اذهب، هذه نصرة. حتى لو كان درس فيه طالب واحد، اذهب، هذه نصرة. حتى لو عائلتك بأمس الحاجة إليك وعندك مشاوير وعلاقات، اقطعها وارجع إلى بيتك وتحمل مسؤوليتك وتحملي مسؤوليتك. لأن ترى اليتيم مو هذا الذي يتوفى أبوه وأمه، لا، اليتيم نعم هذا يتيم، ولكن أكو يتم آخر، اليتيم اللي أبوه منشغل عنه وأمه منشغلة عنه، في كل يوم هنا سفرة أم البنين وهنا وهنا وهنا. نعم احنا هاي العادات وهاي الأجواء تهذبنا وتربينا عليها، ويا الله
وتعاملنا معها التعامل الفعلي، يا الله خرجنا بهذا الشكل، ولكن مو على حساب الوقت، وقت أبنائنا. النصح أن أقف وأقول وأعطي، هكذا كان العباس سلام الله عليه، وقف وأعطى. تارة العطاء يكون بالإحسان، والعطاء بالإحسان عطاء دون مقابل. السماحة، السماحة أن تعطي مع حب، الإيثار أن تعطي شيء أنت بأمس الحاجة إليه، هذه مراحل العطاء. الغيرية بأن لا ترى قيمة لهذا الوجود. فكان العباس سلام الله عليه، ولذلك وقف إمامنا الصادق سلام الله عليه وقال وقيمه وأثبت اسمه ضمن الدائرة الاصطفائية الثانية لذلك الموقف، لتلك الغيرية التي عاشها أبو الفضل العباس سلام الله عليه. متى؟ في يوم العاشر من المحرم، عندما نظر إلى الحسين عليه السلام، نظر إلى عيال الحسين، نظر إلى إخوته، نظر إلى أصحاب الحسين عليه السلام، ورآهم مجزرين كالأضاحي. نعم، تأذى العباس سلام الله عليه، تألم. جاء إلى أخيه أبي عبد الله، قال له يا أبا عبد الله ائذن لي بالخروج. قال له يا أبا الفضل كلا، أنت حامل لوائي، أنت عسكري. الله، إيش قد كلمة، أنت لوائي، حامل لوائي، أنت جيشي، أنت معسكري. خرج العباس، ولكن بعد لحظات جاء إليه مرة أخرى وطلب الرخصة من الإمام سلام الله عليه. تخيل المنظر، وماكو بالمخيم إلا الحسين وأبي الفضل العباس سلام الله عليه. عند ذلك، عندما رأى أبو الفضل هذا الألم وصراخ العيال، تقدم مرة أخرى إلى سيده، ذلك الذي سلم وصدق ووفى ونصح له. إجا قال له يا أخي ائذن لي بالخروج. عند ذلك قال له يا أبا الفضل على بركة الله. جاء أبو الفضل، نعم، شق ذلك العدد، 4000 مقاتل كانوا واقفين أمام نهر الفرات، شقهم أبو الفضل، وصل إلى ذلك الماء العذب، أراد أن يشرب. نعم، تذكر عطش الحسين، عطش الأطفال، رمى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، والله طب للنهار زعلان حاسر عن ذراعي، والما شاف يلوح بشعاع، والله والما عاف والعمر لحسين باع. العطش لهفان، وبعد والله بيدا غرف غرفه وصاح وقلبه مفطور، ليت العراق بزلزله وفراته يفور. نعم، قام أبو الفضل رمى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني. خرج إمامنا، خرج أبو الفضل، ملأ القربة ماء، تقدم إلى المخيم، أحاط به القام من كل جانب، جاءه اللعين ضربه على يمينه فقطعها، جاء اللعين الآخر ضربه على يساره فقطعها، جاء ابن الطفيل آجركم الله ضربه بعمود على أم رأسه. أين المنادي وعباسا؟
أيوا شهيدا. عند ذلك جاءته السهام كالمطار، سهم أصاب عينه، سهم أصاب قلبه، سهم أصاب القربة فأريق ماؤها. عند ذلك نادى أخي يا حسين أدركني. جاءه الحسين سلام الله عليه، وقف على رأسه، رآه بتلك الحالة، وضع يده على ظهره، قال الآن انكسر ظهري، الآن شمت بعدوي. جلس عند رأسه، أخذ رأس العباس وضعه في حجره، مسح عنه الدم. المؤلم وين؟ العباس أخذ رأسه ووضعه في التراب. الحسين يتحدث مع أبي الفاضل، أخذ رأسه ووضعه في حجره أخرى. العباس رفع رأسه ووضعه على الأرض، قال له يا أخي لم تفعل ذلك؟ قال له يا أخي اليوم رأسي في حجرك، بعد لحظات رأسك في حجر من؟ ثم قال له انهض، انهض معي إلى المخيم. قال كلا يا أبا عبد الله، دعني دعني هنا. قل لي ليش؟ اسمع لسان الحال. قل يا حسين خليني بمكاني، والله يقل ليش يا زهرة زماني. قل وعدت سكنة تراني، والله بماي ومستحي من أصدور. نعم ما هي إلا لحظات حتى فاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وعباسا؟ أيوا شهيدا. والله وين وانا وين حسين وانا؟ والله وقالب حسين وكل طابرة بقالب حسين طابرت، وهو يحاكي فاضت روحه ومات. وقام حسين قلبا مفطر فطور. نعم قام إمامنا إلى أين؟ ذهب إلى المخيم يكفكف دموعه بكم. استقبلته أم المصائب تقول أخي يا حسين أراك وحيدا، أين ابن والدي؟ أين كفيلي؟ هنا الحسين اختنق بعبرته. الراوي يقول ذهب إمامنا إلى خيمة أبي الفضل، أخذ عمودها أسقطه إلى الأرض. يقول لها راح العباس. هنا خرج الزينب إلى أين؟ يقول لها أنا رايحة، أنا رايحة العباس جادة. والله أجعد يا وركب جفوفه فوق زندة، فوق زندة يا وحملي وقع يا وليسند، يا حمل الوقع يا